السلام عليكم متابعي عشاق خياطة وتفصيل، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بألف خير وبصحة جيدة إن شاء الله. اليوم إن شاء الله في هذا الفيديو غادي نشوفوا طريقة تفصيل وخياطة الجيب اللي شفتوا في الصورة، هو الجيب اللي يعني كي يقولوا الجيب الباسبوال، وفيه داك يعني داك الثانية ديال داك القطعة اللي يعني بحال شكل الجيب ديال الفيست أو الجيب ديال البدلة. غادي نوريكم الطريقة ديالو، كيجي في المعطف وكيجي في الفيست، كيجي في كل شيء. اول حاجه غادي تحتاجوا هذا هو الجيب اللي غيكون يعني البوش، غادي تحتاجوا فيه جوج قطعات، يكون في غادي نديروا هذو القطع اللي غنستعملوا ديال الجيب واحد. غادي نحتاجوا جوج القطع، الطول ديال الطول ديالهم 22 على العرض 18، جوج القطع في الطول 20 وفي العرض 18، 22 عفوا في الطول وفي العرض 18 سنتيم. وهذا هو اللي يعني اللي غنركبوا عليه الجيب، مثلا القطعه ديال المعطف او اللي غنركبوا عليه الجيب. وغادي نحتاجوا القطع اللي غنصيبوا منهم داك الغطاء ديال الجيب. اول حاجه غادي ناخذ الطباشير، غادي نجيو لهنايا داك القطع اللي كيشيطوا لنا في المعطف كنخيطوا كنديروا منهم هاد الجيوب هادو. في العرض كي كتعرفوا العرض ديال الجيب غادي نديروا فيه 14 سنتيم، ها هي 14 زائد داك سنتيم ديال الخياطه من هنا، سنتيم ديال الخياطه من هنا هي 16، ها هي 16. في الطول ديالو غادي نديرو الطول ديالو غادي يكون فيه 8 سنتيم زائد سنتيم ديال الخياطه هي 9، نفس الطريقه من الجهه الاخرى نديرو 9 بحال هكذا، يعني على شكل مستطيل. المهم غادي نقطعوا هذا المربع، هذا غادي نحتاجوا منه جوج قطع، علاش؟ لانه كيكون الا كان الثوب بحال هذا غير رقيق شي شويه غادي ديروا منه جوج قطع من نفس الثوب، والا كان الثوب غليظ ديال المعطف غديروا قطعه من هذا الثوب وقطعه من التبطين يعني الدوبلور. كذلك الا كان الجيب الثوب غليظ بزاف غادي ديروا حتى الجيوب هادو من الدوبلور، كان رقيق بحال هذا يعني الكشمير العادي غادي ديروهم من نفس الثوب. غادي نجيبو بحال هكذا، وغادي نجيو من هنا من الجانب، من هنا واحد 4 سنتيم ومن هنا واحد 4 سنتيم، وندورو بحال هكذا. بغيتو تخليوه مربع ممكن تخليوه مربع، بغيتو بحال الطريقه هذه كديروا هكذا دائري، من هنايا طويو الثوب على جوج وكديروه بهذا الشكل هذا باش كيجي عاطي داك داك الديكور ديال الجيب مدور من هنايا. الا بان لكم الجيب كبير، انا هنا جاتني فيه 11 يعني مع التقطع وداكشي غنزيد نقص منه. المهم غنحطو على القطعه الاخرى وغادي نقطعو باش يجيوني يعني نفس العبارة. ممكن هذا الجيب هذا ترسمو على ورق مقوى وديك الساعه تطبقوه على الثوب، اولا تطبقوه مباشره على الثوب. انا غادي نقص فيه من هنا من الطول، جاتني هنا 11 غادي نخليه غير 9 سنتيم ديال الخياطه وغادي تبقى ليا 8. اذا هذا هو الجيب، غادي نديرو الوجه مع الوجه بحال هكذا. كي قلت لكم الا كان الثوب غليظ غادي ديروا التبطين، ديروا الوجه مع الوجه وغادي نخيطوه.
غادي تخليو هاد الفتحه هنايا بطبيعه الحال غتكون دوزتو له في الماكينه السرفله هاد الجيوب كاملين. ضروري خص تكون نخيطو داك السنتيم من هنا باش نجيبو الجيب فيه 14 سنتيم نيشان. غادي نحطو 14 هنايا ونحيدو داك السنتيم اللي غادي نخيطو ونطراسيو البلاصه ديال الخياطه من الجوانب. ها هي وغادي نخيطو بحال هكذا من هنا. هادشي غادي نوريه لكم في الماكينه ديال الخياطه. اذا دابا غادي نخيطو هاد الجيب هذا. ها نتوما كيشفتو طراسينا من هنا حيدنا سنتيم من هنا الخياطه ومن هنا سنتيم وطراسينا هاد 14 سنتيم اللي غادي تبقى لينا ديال الجيب. دابا غادي نخيطوه غنبداو من هنايا وحنا غاديين على هاد الدوره هادي كامله حتى نوصلوا للنقطه ديال البدايه. دائما في الاول نعاودوا الغرزه باش ما تحلش لينا. منين نوصلوا لهاد الدوره هادي بحال هكذا نبقاو نهزوا الصباط وندورو شويه. ها نتوما كيشوفوا الدوره نمشيو على حساب هاد التقطيعه هادي. اذا انتم من بعد ما خيطنا هذا هو الجيب من بعد ما خيطناه هذه القطعه اللي كتكون فوق الجيب كنحيدوا هذه الزوائد هذه كامله. كنخليه واحد نصف سنتيم وهاد نصف سنتيم اللي بقى لينا غادي نفتحوه نديرو فتحات بالمقص بحال هكذا غير صغار على الدوره كامله. باش منين نقلبوا الجيب يجينا سهل ف منين نقلبوه. ولا فكره ضروري منين تقلبوه ضروري ما نحددوه بالميكواه عاد نركبوه على الجيب على المعطف. اذا منين غادي نجيو نركبو كنهبطو بالنسبه فيه فين نحطو فين نحطو سميتو الجيب فين غنديرو نعرفو المقاس ديال الجيب. غادي هاد الجيب هذا كيف كتشوفو كيجي في لي فيست كيجي مهزوز شويه ما كيجيش نازل كيجي يعني في الحزام. كتهبطو ب 45 سنتيم من الكتف للحزام 45 وكتحددو ومن هنا كتكونوا الجوانب مخيطين يعني داك التبطين ديال المعطف وكتدخلوا من هنايا ب 8 سنتيم بحال هكذا. هاد 8 سنتيم من هنا لهنا كتحسبوا 14 اللي هو العرض ديال الجيب هو هذا ها هو 14 سنتيم نيشان. كتحطوه بحال هكذا وكتجيبوا واحد القطعه ديال الجيب ها هي كتحطوا الوجه ديال الثوب على الوجه بحال هكذا وكتجيو من هنا كذلك عاوتاني تحطوا الوجه على الوجه وتحطوا بحال هكذا على هاد الجيوب هادو. كطراسيو 14 سنتيم هنا طراسيو الحاشيه ديال هاد الباندا ديال الجيب اللي كتجي مغطيه الجيب باش تبداو الخياطه من هنا من هاد 14 كذلك من هنايا. كتثبتوهم بالدبابيس بحال هكذا وغادي ندوزو دابا للماكينه غادي نخيطو من هنايا نخلي واحد نصف سنتيم ولا سنتيم ونخيطو من هنا من هاد النقطه لهاد النقطه 14 سنتيم وكذلك هنايا وغادي نرجع نكمل معكم. اذا هانتوما كتشوفوا كيف ما وريتكم ثبتنا هاد الجيوب هادو هاد القطعه هادي وهاد الجيب هذا وهاد الجيب كذلك ثبتناهم على المعطف وغادي نبداو الخياطه من هاد العلامه اللي طراسينا هاد 14 سنتيم اللي هنا في الجيب. ها هي غادي نبداو منها الخياطه. بحال هكذا كنخليو غير واحد السنتيم اولا نصف سنتيم يعني غير هاد سميتو
هاد القطعة ديال هاد الصباط هذا، وغادي نخيطو ونزيرو الغرزة في الأول باش ما تحلش. حتى لهاد النقطة هادي نهزو بحال هكذا وتنقلبو وتنمشيو للقطعة الأخرى. ها هي كذلك حتى هي كنخيطوها من نفس النقطة. اذا انتم من بعد ما خيطنا هذه القطعه هذه هي وهاد الباندا اللي كتجي على الجيب، خيطناهم من هنا وعاودنا خيطنا من هنا. هذا 14 سنتيم، يعني الفتحه ديال الجيب اللي كتعرفوا كيكون فيها 14 سنتيم. غادي نوريكم دابا اش غادي نديروها. هو راه بحال الجيب اللي سبق لي ودرت الجيب الباسبوال، غير هذا زيد عليه هذه القطعه هذه، كيجي على هذا الشكل بحال هكذا. هذا الوجه ديال الثوب كيف كتعرفوا، هذا الوجه ديال المعطف او الفيست او لا، كنقلبوه من الداخل. ها انتم هنا غادي يبان لكم هذا المستطيل ديال الخياطه، هذا غادي نطويوه بحال هكذا، ندير واحد الفتحه في النصف بحال هكذا، وغادي نحلوها حتى لهنا. يبقى لنا واحد السنتيم باش نوصلوا لهاد الحاشيه ديال الخياطه، وغادي نديرو واحد الفتحه على شكل مثلث، فتحه لهنايا وفتحه لهاد الجهه. نفس الطريقه نديروها في الجهه الاخرى. ما نحلوهاش حتى لهنا باش يبقى لينا فين نديرو داك المثلث بحال هكذا. اذا من بعد ما حليناها كنجيبوا هذا الجيب هذا وكندخلوه للداخل بحال هكذا، وهذا كذلك كندخلوه للداخل بهذا الشكل. هذا غدا كيجي لتحت كيتخيطوا هما وهذا باش كيجيو، يعني باش كيجي الجيب الا بغيتو تحطوا فيه شي حاجه كيجي بحال هكذا. ملي كتقلبوه كتجيو لهنايا هذا المثلث هذا اللي قطعنا في الجنب اللي قطعنا لداخل، كتجيبوه بحال هكذا وكتخيطوه من هنا، من هنايا الخياطه. راه سبق ليا ودرت هذا الجيب هذا، زايده عليه غير هذه القطعه، كتحلوه بحال هكذا وكتخيطوه من هنا. هاد المثلث هذا كتخيطوه من هنايا، بحال هكذا، وكتجيو كذلك للجهة الأخرى من هنا، كتخيطوه مع هاد القطعة هادي اللي راكبة في هادي، يعني هادي ماشي القطعة اللي لتحت اللي الفوق، كتخيطوها حتى هي هكذا. تخيطوه بهذا الشكل هذا، هذا المثلث هذا هو. المهم انا غادي نخلي لكم الرابط ديال الجيب العادي بدون هذه القطعه هذه، راه نفس الطريقه غير هذا زيد عليه هذه القطعه بحال هكذا. وهاد الجيوب هادو كنجمعوهم من هنايا بالخياطه بحال هكذا. منين كنخيطوا هاد المثلثات هادو اللي هنا كنجمعوا الجيب من هنايا صافي، وكيعطينا الجيب بحال هكذا.
قلت لكم هاد القطعه ضروري تحدد قبل ما تركبوها هنايا باش كتجيكم باش كتحددوا لها هاد الجوانب ديالها كتجيكم انفينيه. اذا هانتوما هذا هو الجيب من بعد ما ساليتو بالخياطه. ما قلت لكمش طبيعه الخياطه ديالو هنايا لان ما اللون في اللون ما واضحش مزيان، ولكن هاد هانتوما كيشتو انا خيطت هاد المثلث اللي قلت لكم. ها هو غادي نخليكم الرابط ديال في صندوق الوصف ديال الخياطه ديال هاد الجيب، كان واضح كنت شرحت بدون ماكينه الخياطه كان واضح. اللي زايد عليه هو هاد القطعه هادي والطريقه باش وضعنا الجيب وباش حطينا هاد التبطين هذا. اذا كيجي على هاد الشكل هذا، ومن هنا كيجي في الشتو. هانتوما ملي حطينا هاد القطع على الوجه على الوجه ديال الثوب جاو من هنا على الوجه ديالهم، ومن هنا جا الظهر على الظهر. يعني بسيطه كي قلت لكم خيطنا هاد المثلثات هادو اللي حلينا خيطناهم من هنايا، وحنا حاطين هاد القطع بحال هكذا خيطناهم من هنا ومن هنايا، ودورت الجيب بالخياطه من هنا كيجي على هاد الشكل هذا بحال هكذا. يعني اللي زايد في هاد الجيب ديال كنقولوا له الجيب باسبور الاخر تيكون فيه داك القطعه هنايا، هذا فيه هذا هذا، يعني هذا هو الفرق بيناتهم. الاخر كيجي مائل، هذا كيجي بحال هكذا كي مغطي بحال هكذا مربع. اذا كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى يعجبكم. ما تنساوش تشتركوا مع الاصدقاء ديالكم، ما تنساوش الاشتراك في القناه الى كنتوا اول مره تزوروها، وتفعلوا زر الجرس باش يبقاو توصلوا باي فيديو حطيته. خليو لي التعليقات ديالكم، وشكرا بزاف بزاف على الدعوه ديالكم. كنبغيكم بزاف بزاف، في امان الله، ونتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله. الى اللقاء.